بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نعم. ثم قول المصنف: والكبيرة، والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر. وهذه المسألة أيضا من المختلف فيها. هذا قول أهل الحق، يعني أهل السنة. هناك بعض الفرق المبتدعة قال: الكبيرة تخرج العبد من الإيمان. نعم، كما سيأتي. والكبيرة، ثم الشارح يعرفها، لكن فيها اختلاف، في تعريفه اختلاف. لذلك قال الشارح: قد اختلفت الروايات فيها، يعني ما هي الكبيرة. الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روايات الأحاديث مختلفة. ثم يذكر بعضا منها. فروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها تسعة، يعني كبيرة تسعة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار عن الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم. هكذا تسعة ذكر. ثم وزاد أبو هريرة رضي الله عنه واحدا، زاد أبو هريرة: أكل الربا فإن صار عشرة. فيما مضى من رواية ابن عمر رضي الله عنهما فيها أكل مال اليتيم فقط، ليس فيها أكل الربا، هذا في زيادة أبي هريرة. ثم وزاد علي رضي الله عنه: السرقة وشرب الخمر أن صار اثنى عشر، صار اثني عشر وقيل. هكذا يعني اختلاف الروايات. ثم فإذا الكبيرة منحصرة في هذه التسعة أو العشرة أو اثني عشر، لكن للأئمة يعني أقوال في تعريفها. وقيل: كل ما كان مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه. فإذا ينظر، يعني استنبط من هذه الروايات معنى هو مصداق الكبيرة. ما هو مفسدة تلك المعصية أو معصية مفسدتها مثل مفسدة هذه المذكورة التسعة أو العشرة أو اثني عشر. هكذا قيل: مثل مفسدة شيء مما ذكر. فإذا هذه المفسدة يعني قتل النفس، كذلك قذف المحصنة، الزنا فيها يكون فساد، مثلا قتل النفس يكون هناك إفساد الدم، دم محترم. قذف المحصنة فيه إفساد عرل يعني محترم، كذلك الزنا فيه إفساد النسل، وهكذا. نعم.
ثم أو أكثر منه، إما يكون هكذا أو أكثر منه. وقيل كل ما توعد عليه الشرع بخصوصه، توعد يعني أتى بالوعيد على مرتكبه، هذا هو توعد عليه الشرع بخصوصه هذا. ثم وقيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة، كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة هكذا، وكل ما استغفر عنها فهو صغيرا، يعني كل معصية أيا كان، سواء كان قتل النفس أو الزنا أو السحر أيا كان، لو استغفر عنها فهي صغيرة، لو لم يستغفر بل أصر عليها فهي كبيرة، هكذا تعريفه. ثم وقال صاحب الكفاية الحق أنهما اسمان إضافيان، يعني الصغيرة والكبيرة اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتيهما، لا يعرفان بذاتيهما يعني باعتبار ذات كل واحد منهما لا يعرف، بل فكل معصية إذا أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة، وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة، هكذا يعني معنى نسبي بينهما. فإذا يكون كل كبيرة فوقه كبيرة صغيرة، كذلك كل معصية فوقها معصية، كذلك كل معصية تحتها معصية هي كبيرة. فإذا الشرك بالله لا تكون صغيرة، لماذا؟ ليس فوقها معصية أخرى، الشرك بالله كبيرة محلة لا تكون صغيرة. وسائر الذنوب والمعاصي يصدق عليه أنه صغيرة وكبيرة، يعني لو نسبها إلى ما فوقها فهي صغيرة، لو نسبها إلى ما تحتها فهي كبيرة هكذا. وبالجملة والكبيرة المطلقة هي الكفر، هذا الذي قال نعم إذ لا ذنب أكبر منه. وبالجملة المراد ها هنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر، يعني في قول المصنف حسب بيان العلماء الكبيرة تصدق على الشرك، على الشرك بالله، يعني حسب هذه الروايات، في هذه الروايات الثلاثة الشرك بالله كبيرة، فإذا هذا تخرج العبد عن الإيمان لا شك ولا خلاف. وكذلك حسب بيان صاحب الكفاية، وكذلك قبله قيل كل ما توعد عليه الشرع بخصوصه هذا الشرك مما توعد عليه الشرع بخصوصه، لذلك يكون من جملة الكبيرة هكذا، يعني كثير من الأقوال بحسبه تصدق الكبيرة على ما على الشرك. فإذا ما ذكر في المتن من اسم الكبيرة يراد بها غير الشرك غير الكفر، نعم، لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان. للإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله كتاب في بيان الكبائر اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، في بدايته عرف الكبيرة بجميع أقوال العلماء فيها، ثم بعد ذلك هو عدد الكبائر كلها، هذه مئات، نعم، ينبغي أن يراجع هذا الكتاب. ثم الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن عن الإيمان، لماذا؟ لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان ما هو؟ التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. فإذا مع ارتكاب العبد هذه الكبيرة يبقى فيه هذا التصديق، نعم، خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، يعني الكبيرة عندهم تخرجه من الإيمان ولا تدخله في الكفر، لذلك قال وليس بكافر. وهذا هو المنزلة بين المنزلتين
بناء على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان. لماذا تخرج الكبيرة العبد من الإيمان عندهم؟ لأنهم يعتبروا الأعمال جزءا من حقيقة الإيمان، شطر الإيمان. عندهم الأعمال شطر الإيمان، ليس شرط الإيمان. نعم. فجعلوا الأعمال شرطا في صحة الإيمان، شرطا في صحة الإيمان، بخلاف مذهب السلفي. السلف الصالح عندهم أيضا الأعمال من الإيمان، هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله، الأعمال من الإيمان، لكن أليس شرطا؟ بل عند السلفي، مذهب السلفي أن الأعمال شرط في كمال الإيمان، ليس في أصل الإيمان، في صحة الإيمان لا، بل في كمال الإيمان. إذن كلما يزيد العبد عملا يزيد إيمانه أو يقرب من كماله، هكذا. ثم هذا يعني فيما سبق بينا، يعني مسألة يعني في المقدمة ذكرنا أنا. ولا تدخله في الكفر، أي العبد المؤمن في الكفر، خلافا للخوارج. عندهم يعني الكبيرة تدخل العبد في الكفر، يعني مرتكب الكبيرة كافر عندهم. فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر، ليس عندهم الكبيرة فقط بل الصغيرة أيضا تدخل في الكفر، فأنه لا واسطة بين الكفر والإيمان، إما إيمان أو كفر. إذن مرتكب ذنب أيا كان، صغيرة أو كبيرة، هو ليس مؤمنا بل هو كافر عندهم. لنا وجوه، دليلنا ماذا؟ وجوهنا، الأول ما سيجيء منا أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه، من يعني الاتصاف بالإيمان. متى يخرج المؤمن؟ لا يخرج إلا بما ينافي التصديق، لكن هذه الكبيرة لا تنافي التصديق، فمجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل، خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء الثواب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافيه. مجرد الإقدام على الكبيرة، يعني رجل زنى بامرأة أو ترك الصلاة لا يصلي، وهكذا كبيرة. لماذا؟ لغلبة شهوة، رجل يعني يستهى إلى شرب الخمر شربا، هكذا. أو حمية، لأجل ذلك هو قتل آخر لأجل شهوة الزنا، أو قتل آخر حمية أو أنفة، أو يعني أنفة أو كسل، خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب. مرتكب الكبيرة عند مباشرته بالكبيرة يكون له خوف، يقترن به خوف العقاب، هو يخاف العقاب من الله، ومع ذلك يرجو العفو من الله، يخاف ويرجو العفو. كذلك والعزم على التوبة، ممكن هو يرتكب مع العزم على التوبة لا ينافيه، هذا لا ينافي التصديق. نعم. طيب، نعم. إذا كان بطريق الاستحلال أو والاستخفاف كان كفرا، يعني لو كان ارتكاب الصغيرة أو الكبيرة، لو كان بطريق الاستحلال على طريق جعله حلالا، كذلك والاستخفاف بحكم الله تعالى بحكم الدين كأنه يستهزئ بهذا الحكم كان كفرا، وهو يخالف التصديق. نعم، التصديق في القلب، هذا الاستحلال أو الاستخفاف يخالف ينافي التصديق، لذلك يكون كفرا. الله. ثم لكونه علامة للتكذيب. ثم ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع عمارة للتكذيب،
وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر. هذا قول الشارع ولا نزاع. هو جواب سؤال مقدر، ما هو؟ لو كان الإيمان هو التصديق فقط فكل مصدق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، ولو سجد صنما أو ألقى المصحف في القاذورات ما بقاء التصديق. فالجواب هذا هو، يعني هناك بعض المعاصي هي علامة على عدم التصديق، هكذا يعني هذا ينافي التصديق. بعض المعاصي يعني المعاصي السابقة لا تنافي التصديق، وهنا هذه المعاصي تنافي التصديق. ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب، يعني هذه المعاصي تخالف التصديق. نعم. ثم لأجل ذلك يكون كفرا. وعلم كونه كذلك، كونه كذلك يعني كون هذه المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب. هذا كيف علم بالأدلة الشرعية؟ مثاله هذا كسجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر. فلا نزاع في أن من المعاصي هكذا معصية. ثم وهذه لا نزاع أنه كفر، ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب وعلم كونه كذلك. كيف علم بالأدلة الشرعية؟ ما ذكر مثال إلى قوله والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر. يثبت بالأدلة أنه كفر، يعني لو ارتكب أحد هذه المعاصي مع التصديق فارتكابه هذه المعاصي ينافي التصديق، لذلك هو كافر. وبهذا ينحل ما قيل إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب وبالشك. نعم، هذا هو السؤال المقدر. نعم، أجاب عنه أولا ثم الثاني، يعني لنا وجوه، الأول هذا ما ذكر ثم الثاني. الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي، هناك كثير من الآيات والأحاديث هي ناطقة بإطلاق المؤمن. في هذه الآيات والأحاديث إطلاق كلمة المؤمن اسم المؤمن على العاصي، فالمعصية لا تخرجه عن الإيمان أبدا. ثم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص، عليكم يعني على القاتل بغير حق، عليكم يعني على القاتل بغير حق يجب القصاص. ثم كيف خاطب الله سبحانه وتعالى؟ خاطب بوصف آمنوا، هذا يدل على أن القتل لا ينافي التصديق الإيمان. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فإذا هؤلاء المؤمنون المخاطبون هم عصاة، لذلك أمرهم أن يتوبوا. وقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا يعني في الآية ذكر البغاة، البغاة إن طائف
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهذه الآية. فإذا هناك يجري الاقتتال بين المؤمنين، وما ذلك صفة الإيمان باقية. وهي كثيرة، هكذا آياتنا هذه كثيرة، ويكتفى بهذه الثلاثة. ثم الثالث، يعني الوجه الثالث، إجماع الأمة من أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمنين. نعم، إجماع الأمة منذ متى؟ من أسر النبي صلى الله عليه وسلم، من عشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى يومنا هذا. ما هو الإجماع بالصلاة على من مات من أهل القبلة؟ أن المسلمون يصلون على من مات من أهل القبلة كيف مات من غير توبة، كذلك والدعاء يدعو لهم بالصلاة والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر. ممكن كثير من الناس يعني لا يصلوا، كذلك شربوا الخمر، كذلك زنا، فعل السحر سحرا، كذا كذا، يعني كثير من المعاصي، مع ذلك الناس يصلون، يستغفرون ويدعو لهم. ثم بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمنين، الصلاة والدعاء والاستغفار لا يجوز لغير المؤمنين، وما ذلك هؤلاء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يفعلون. هذا إجماع الأمة على أنهم مؤمنون، يعني ذنوبهم كبائرهم صغائرهم لا تخرجهم ما أخرجتهم عن إيمانهم. هذا ثم واحتجت المعتزلة، هنا المعتزلة ماذا دليلهم؟ احتجت المعتزلة بوجهين، الأول أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق اختلفوا في أنه مؤمن، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. هم يقولون هكذا، أمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق، نعم فاسق، لكن عند عند أهل السنة معنى الفسق شيء، وعند أهل البدعة معنى الفسق شيء آخر. نعم، فإذا هكذا اتفاق، اختلفوا في أنه مؤمن وهو مذهب أهل السنة والجماعة، أو كافر وهو قول الخوارج، أو منافق وهو قول الحسن البصري رضي الله عنه. ثم فأخذنا المتفق عليه وتركنا المختلف فيه، هكذا هم قالوا. ثم ماذا كان مذهب يعني الحسن البصري؟ هكذا يعني هو منافق، لكن ذكر في المقاصد أن الحسن البصري رضي الله عنه رجع عنه ثم رجع عنه، هكذا قال في المقاصد. نعم، تبتازاني قال. ثم هم يقولون يعني المعتزلة يقولون فأخذنا المتفق عليه. ما هو المتفق عليه؟ أن مرتكب الكبيرة فاسق، لكن هناك مشكلة وأبينها. وتركنا المختلف فيه، ما هو المختلف فيه؟ كونه كافرا أو كونه منافقا أو كونه مؤمنا حقا، فهذا كله مختلف فيه. أما كونه فاسق هو المختلف، هو المتفق عليه. وقلنا فإذا نجيب عن هذا الاستدلال، هو فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق، هكذا قالوا. والجوابنا وقلنا معتزلة يقولون أن أنفسهم هو فاسق ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق، هكذا قالوا. ما هو الجواب؟ والجواب أن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف من عدم المنزلة بين المنزلتين فيكون باطلا. يعني هذا الفسق وهم يعني زوروا هذا القول،
هذا اتفاق فاسق كما أشرت، يعني هذا ما نزلت أمر. لكن هم قالوا الفاسق بمعنى آخر، هذا الذي قال هذا إحداث للقول المخالف، يعني إنشاء تكوين قول هو مخالف لما أجمع عليه السلف. ماذا أجمع عليه السلف؟ من عدم المنزلة بين المنزلتين، إما مؤمن أو كافر فقط. وهؤلاء أحدثوا يعني منزلة ثالثة، هذا باطل، هكذا أجاب. هنا أمر آخر، إطلاق الفاسق على مرتكب الكبيرة عند أهل السنة بمعنى أنه خارج عن الطاعة فقط. فاسق معناه هو غير مطيع، فإذا الكبيرة أخرجته عن الطاعة فقط، ما أخرجته عن الإيمان، هذا هو معنى الفسق عند أهل السنة لا عن الإيمان. وإطلاقه عليه عند المعتزلة باعتبار أنه خارج عن الإيمان فلم يأخذوا بالمتفق عليه، هم ما أخذوا بالمتفق عليه، يعني لو أخذوا بالمتفق عليه لا يقولون بالمنزلة الثالثة، بل يقولون هو فاسق مع الإيمان، مؤمن فاسق، هكذا ينبغي أن يقولون، هذا هو القدر المتفق عليه. فإذا هم يعني لتشويش المؤمنين المسلمين أخذوا نفس الاسم الفاسق لتشويش، يعني هذا شيء من المبتدئة. أما هم يعني سلبوا هذا اللفظ من معناه. ثم والثاني، يعني الوجه الثاني للمعتزلة أنه ليس بمؤمن لقوله تعالى، وليس بمؤمن لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني هناك يعني تقابل بين المؤمن والفاسق، جعل المؤمن مقابلا للفاسق، كذلك قوله عليه السلام وقوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا حديث طويل، هذه جملة واحدة منه، وقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له. فإذا رجل لو لم يكن له أمانة فليس له إيمان، فعدم الأمانة يخرجه عن الإيمان هكذا. ولا كافر، يعني الكبيرة تخرجه من الإيمان، ولا تدخله في الكفر، لذلك هو ليس بكافر. لماذا؟ لما تواتر من الأمة، من أن الأمة كانوا لا يقتلونه ولا يجرون عليه أحكام المرتدين ويدفنونه في مقابر المسلمين. فإذا هو ليس هذا بقية استدلاله، هذا استدلال يعني يوافقنا. نعم. الجواب أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر، فإن الكفر من أعظم الفسوق. ثم والحديث، ما هو الحديث؟ هذا الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له، كذلك حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذان الحديثان أمثالهما مما استدل المعتزلة على إثبات منزلة الفسق بين الإيمان والكفر. نعم. الجواب والحديث وارد على سبيل التقليل والمبالغة في الزجر عن المعاصي. لماذا هذا التأويل في الآية والحديث؟ بدليل الآيات والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن، فاسق مؤمن كما سبق مثال بعض الآيات، حتى قال عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما بالغ في السؤال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. ما هو هذا؟ يعني سياق السؤال يبينه عصام الدين رحمه الله، فقال قوله لما بالغ في السؤال في حسان المسابيه من باب التوبة والاستغفار عن أبي ذر أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان
جنتان يعني قصران بالجنة. نعم هكذا تقول، هناك اختلاف في المفسرين في معنى جنتان. نعم قلت وإن زنا وإن سرقا يا رسول الله هكذا سأل. فقال الثانية ولمن خاف مقام ربي جنتان، هكذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القولة. فقلت أبو ذر سأل الثانية يعني في المرة الثانية إذن وإن زنا وإن سرقا يا رسول الله، فقال الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت الثالثة وإن زنا وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنا وإن سرق رغم أن في أبي ذر. فإذا هذا يعني صريح واضح جدا، مع الزنا والسرقة يكون له جنتان، يكون له جنتان. نعم ثم واحتجت الخوارج يعني عندهم هذا يدخل في الكفر، إذن صاحب الصغيرة إذن كافر عندهم، ماذا حالهم؟ غريب جدا. ماذا فعلوا بعقلهم بعقولهم؟ واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة بأن الفاسق كافر كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله وأولئك هم الكافرون، إذن لم يحكم بما أنزل الله يعني هو عاس مذنب هكذا، فإذن هم كافرون. وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك وأولئك هم الفاسقون، فإذن الكافر سماه فاسقا كذلك. وقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ترك الصلاة كبيرة فقد كفر. نعم وفي أن العذاب، ثم دليل آخر، وفي أن العذاب مختص بالكافرين، النصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر كذلك في أن العذاب مختص بالكافرين. فإذا ينبغي أن يكون من ارتكب صغيرة كافرا، لماذا؟ ما من ارتكب صغيرة يعذب إن شاء، العذاب لمن؟ للكافر فقط، فينبغي أن يكون كافرا هكذا خاصه. فقوله تعالى يا أن العذاب على من كذب وتولى، على من كذب وتولى، التكذيب يعني الكفر. وقوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وقوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إلى غير ذلك. السوء يعني العذاب، الخزي أيضا العذاب. والجواب أنها متروكة الظاهر للنصوص الناطقة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لذلك تؤول هذه النصوص. والإجماع المنقد، والإجماع المنقد على ما على ذلك على ما مر، يعني للنصوص والإجماع المنقد، لأجل الإجماع أيضا يجب تأويل هذه النصوص، ظاهرها متروك. إجماع منقد على ذلك معناه على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر على ما مر. ثم والخوارج، خوارج عمن نقد عليه الإجماع فلا اعتداد بهم، وهذا يعني جواب عن سؤال مقدر، ما هو تقديره هكذا، كيف ينقد الإجماع مع مخالفتهم؟ يعني الخوارج هم يخالفون، فإذا كيف ينقد الإجماع؟ لذلك قال خوارج، خوارج عمن نقد عليه الإجماع، قبل ذلك إن نقد الإجماع، بعد ذلك خرجوا عن ما إن نقد عليه الإجماع فلا اعتداد بهم. هذا جواب. أو يعني هنا تأويل آخر، يعني تأويل شرح آخر لهذه العبارة، خوارج خرجوا عمن نقد عليه الإجماع في هذه المسألة، فإذن الإجماع قبل مخالفتهم هكذا قلت. هناك تأويل آخر، يعني خوارج خرجوا عمن نقد عليهم في أي مسألة، في غير هذه المسألة، فخرجوا عن الجماعة، خرجوا عن الجماعة عن طريق السنة والجماعة، وسلكوا طريق البدعة فلا اعتداد بخلافهم في هذه المسألة هكذا.
فهذا الذي ذكرت ثانيا هو الموافق لما تقرر في أصول الفقه من أن خلاف المبتدئة لا يختل بالإجماع، لا يخل الإجماع. لماذا؟ أولئك المبتدئة هم يعني يسب الصحابة، ما من مبتدئ إلا وسب صحابيا، هذا هو القاعدة. فإذا لو سب صحابيا، من هو الصحابي؟ هم الأصل في هذا الدين، هم الأصل في يعني تبادل هذا الدين، وصول هذا الدين إلى يعني إلينا أو إلى كل مجتمع، هكذا إلى كل قوم. فإذا لو سب أحدا منهم فلا يعتد برأيه وقوله في الدين. نعم. ثم بعده مثلا والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر. نعم. الله والله لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين، لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا أم لا. الله تعالى لا يجوز هذا بإجماع المسلمين، وكذلك كما ورد في الآية أيضا يعني بنص القرآن والإجماع هكذا. ثم هل هذا المغفرة جائزة عقلا أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا. ثم وإنما علم عدمه يعني عدم الاستغفار عدم المغفرة بدليل السمع هكذا قالوا، وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا يعني المغفرة ممتنع عقلا، مغفرة الشرك مغفرة الكفر. لماذا؟ لأن قضية الحكمة التفرقة بين المسيء والمحسن، هذا هو قضية يعني مقتضى الحكمة الإلهية. مقتضى الحكمة ما هو؟ التفرقة بين المسيء والمحسن. والكفر نهاية في الجناية يعني في الإساءة، الكفر نهاية وغاية في الجناية في الإساءة، لا يحتمل الإباحة، لا يحتمل الإباحة، ورفع الحرمة أصلا فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة. يعني العفو كذلك رفع الغرامة يترتب على احتمال الإباحة ورفع الحرمة. إذن لا يرفع الغرامة ولا يحتمل العفو، لماذا؟ لأن هذا لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة. وأيضا دليل آخر، الكافر يعتقده حقا ولا يطلب له عفوا. الكافر يعتقده يعني يعتقد الكفر حقا، الكافر يعتقد الكفر حقا صوابا ولا يطلب له عفوا، يعني الكافر لا يطلب لأجل الكفر عفوا ولا مغفرة. فلم يكن العفو عنه حكمة، لو عفى عنه فلا يكون حكمة، أفعال الله تعالى بإزائها حكمة بالغة. وبعدها لا نتلو عليه أيضا هكذا. ثم ثالثا وأيضا هو اعتقاد الأبد، فيوجب جزاء الأبد. اعتقاد الأبد يعني هو يعتقد هذا الكفر أبدا طول حياته، فيوجب هذا في عالم العمل، ويقابله الجزاء الأبدي وهو النار. نعم. في عالم الجزاء، وهذا بخلاف سائر الذنوب. مسائر الذنوب أيًا كان، كبيرة أو صغيرة، كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. من الذي ذهب إلى أنه يمتنع عقلا؟ هم المعتزلة كما ذكر أحمد الخيالي رحمه الله. ثم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها،
ما يكون بالتوبة يغفرها أو بدون التوبة، يعني بمهل فضل الله تعالى هكذا. أما الصغائر يعني تكفر بالحسنات، إذن إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا بينا مرة. فإذن في الصغائر ثلاث احتمالات للعفو، إما بفعل الطاعات والحسنات أو بمهل فضل الله تعالى أو بالتوبة. أما في الكبائر احتمالان، إما بمهل فضل الله تعالى أو بالتوبة. خلافا للمعتزلة بدون التوبة لا تغفر، خلافا للمعتزلة، هذا يرجع إلى قوله أو بدونها، أما مع التوبة يغفر عنده. قالوا لا تغفر الكبيرة بدون التوبة، هكذا قالوا. ثم في تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة على ثبوته، وفي تقرير الحكم يعني المصنف هنا ماذا قال؟ والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هكذا قال. ثم من الصغائر والكبائر زيادة من المصنف. فإذا في تقرير الحكم جعله في جعل الحكم في قرار، في قارورة، هذا هو تقرير، يعني إثبات الحكم، إحكام الحكم فيه ملاحظة. كيف هذه الملاحظة؟ بطريق الاقتباس، اقتباس للآية الدالة على ثبوته، نعم، اعتبار للآية، يعني هو تبرك، أنه تبرك بلفظ الآية في بيان هذه المسألة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، والمعتزلة يخصصونها بالصغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة، هكذا خصصوا. فتمسكوا بوجهين، الأول آيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة، العصاة وعيد شديد. فإذن هم خصصوا بها الآيات والأحاديث في مغفرة ما دون الشرك لمن يشاء. والجواب أنها على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب. ما هو الجواب عن هذا الوعيد العصاة؟ هذا أنها الأحاديث والآيات الواردة في وعيد العصاة على تقدير عمومها، أو كان عاما لجميع العصاة، عصاة مرتكب الكبيرة والصغيرة هكذا، أو كان عاما، يمكن هناك تخصيص، لذلك قال على تقدير عمومها، إنما تدل على ما؟ على الوقوع دون الوجوب، يعني يقع هكذا لو أراد الله تعالى يعذبه، هذا معناه، ليس بواجب كما قالت المعتزلة في التعذيب والعقاب. وقد كثرت النصوص في العفو فيخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد جمعا بين الأدلة. ثم وزعم بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم فيجوز من الله تعالى، ثم مسألة أخرى، يعني هنا يكون وعيد. فإذا فيما سبق بيان ماذا؟ والجواب أنها على تقدير عمومها إنما تدل على الوقوع دون الوجوب، هكذا قال. ثم هذا زعم بعضهم، هذا الزعم هذا بناء على أنها لا تدل على الوقوع أيضا، بل الخلف يكون خلف عن الوعيد هو كرم فيجوز من الله تعالى. فإذا أولا الله تعالى توعد، ثم لا يفعل هذا الوعيد بل يتخلف عنه فهو كرم. والمحققون على خلافه، كيف هو تبديل للقول؟ المحققون على خلافه يعني على خلاف أن الخلف كرم فيجوز، يعني لا يجوز هذا أيضا، الوعيد أيضا لا يجوز، خلف الوعيد أيضا لا يجوز، ما خلف الوعد هذا لا يجوز أبدا، لا يقول
لا يقول أحد بأن ترك الوعد خلف الوعد كرم بل ذاك ظلم. ثم هو تبديل للقول، وقد قال الله تعالى ما يبدل القول لدي. نعم هكذا الأول. ثم الثاني عندهم وجهين، تمسكوا بوجهين هذا الأول. ثم الثاني أن المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا له على الذنب وإغراء للغير عليه، وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل. يعني لو علم العبد أنه لا يعاقب بل يعفو عنه، هذا يكون إغراء على ما تشجيعا على الذنب، تشجيعا له على الذنب، كذلك تقريرا له على الذنب ولا يتوب لأجل ذلك، وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل. والجواب أن مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم اللقاء. هنا جواز العفو فقط لا يوجب ظن عدم اللقاء به، فضلا عن العلم يعني هو لا يعلم بل لا يظن أيضا، هذا جواز فقط ومع ذلك يخاف. العمومات كيف والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكفى به زاجرا. يقع هذا الوعيد إلى هذا الحد وعيد يعني شديد زاجر جدا، لذلك لا يعلم ولا يظن بل يخاف، فإذا لا يكون هذا تقريرا له على الذنب ولا إغراء له على الذنب. ثم بعده مسألة ويجوز العقاب على الصغيرة. ونقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه.